هو الموسم الثاني زي ما حضرتك قلتي تقدم 6500 مشروع ورؤية وحلم لمجموعة شباب، لأن مش فرد بس اللي بيتقدم، دي مجموعة لكل مشروع، دي حاجة تفرح أصلا. وبيتم تصفياتهم ل 120 وال 120 ل 80 زي ما حضرتك شفتي، والمفروض يفوز 50 ولكن النهاردة خلينا ال 80 يفوزوا. الأفكار كلها خارج الصندوق، ناس يعني فعلا الواحد بيتبسط ان في شباب مصري كده عندهم رؤية وعندهم سابقين عصرهم. انا يعني صراحة ببقى منبهر بالأفكار. طبعا كل شكر لجهاز تنمية المشروعات، على لان من لولا ما كناش هننجح نجاح ده في المسابقة. هي الدولة، فالدولة بأزرعتها قوية، فبيقدروا في التدريب وسواء في الاختيارات بيبقوا معانا. بعد ما بنخلص الدعم المادي بيدخلوا هم كمان في التراخيص وكل ما يتعلق بالمشروع نفسه. الفكره ببساطه جدا، لان عملنا دايره الكترونيه بتخلي الكهرباء ما بتكهربش بعد 350 سنه من اكتشافها. دايره بسيطه جدا بتحط في العداد او مدخل الكهرباء اللي داخل على البيوت، بتخلي الكهرباء امنه، بتقدر تسلك اقرب اتجاه ما تصعدش فيه البني ادم. ببساطه جدا لو في طفل لمس الكهرباء مش هيكهرب، لو في ميه جت على الكهرباء مش هيحصل حاجه، لو في عامل فني جاي يشتغل في الكهرباء مش هنفصل الكهرباء وشغال، نخلي الكهرباء مستمره. بالنسبة للمشروع فهو أول أبليكيشن في مصر والشرق الأوسط متخصص في أمان السيدات ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم زي التحرش أي اعتداء، باستخدام التكنولوجي زي الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي. فإحنا بنقدم الدعم للستات قبل وبعد وأثناء أي وقع، وعندنا سيستم متكامل بيمكنهم ان هم يستنجدوا من دائرة الثقة بتاعتهم يعني بأحدث الأدوات التكنولوجية. ده غير طبعا ان احنا بنمكنهم ان هم يسجلوا اي وقعه تعرضوا لها او يبلغوا عنها بشكل مجهل بدون اي وصم، غير طبعا جانب الدعم النفسي والقانوني. واحنا اصلا محتضنين في تيك اللي هو الانكيوبيتر اللي تبع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اشتركنا في المسابقه لان احنا كان عندنا ايمان ان احنا الحمد لله فكرتنا قويه وتقدر تنافس بشكل كويس، لان هي ليها بوتنشال وليها نيد في الماركت المصري او في السوق المصري. بلس كمان ان احنا حابين نشتغل على حاجه كريتيكال شويه، هي حته المجال الزراعي. زي ما احنا عارفين المجال الزراعي هو مجال مبني على الزراعه التقليديه من اكتر من 400 سنه ورا. احنا جايين بنحاول نعمل رقمنه زراعيه، بنحاول نعمل ديجيتاليزيشن للمجال الزراعي عشان نواكب التطور اللي بيحصل في البلد. زي ما احنا عارفين ان البلد كلها دلوقتي متوجهه ناحيه الرقمنه او الديجيتال ترانسفورميشن، الرقمنه عموما يعني في اي مجال من المجالات. فالحمد لله بدانا بالمجال الزراعي وربنا يكرمنا وماشيين يعني كويس. اشتركت في المسابقة لأن أنا يعني مؤمنة إنه دايما الحاجات دي الفرص دي بتيجي علشان تخلينا كده شوية نوقف من الشغل اليومي الديلي أوبريشنز الرهيبة، علشان بقى نعيد كده نظرتنا عن البيزنس بتاعنا ونتعلم أكتر بقى من المنتورز والمدربين. حقيقة البرنامج فعلا كان قوي، يعني كان يعني بيوند اكسبكتيشنز، اتعلمت فيه فعلا حاجات كتير قوي وانا والتيم، فيعني بجد يعني كانت فرصه فعلا يعني الحمد لله ممتنه ليها يعني.